كم تعرفون الكورونا تي على موجات. الموجة هذه الحمد لله هي أضعف وأقل فتك في الإنسان، لكن أكثرها انتشار وأسرعها انتشار. هاي الأرقام ممكن تزيد لأن الانتشار أسرع. وايد مهم الواحد يحافظ على نفسه، يحافظ على شيبانه، يحافظ على هلا وعياله. أحذر وأريد أطمن، أحذر الحالات بتزيد. اللي بطمنكم بقى أنه حسب كلام الناس اللي أخبر منه بدأت تضعف، إن شاء الله بنسيطر عليها بهمتكم وهمة إخوانكم وأهلكم في البلاد واتخاذ الحذر في أننا نحن ما نورط أنفسنا. فأريد أقول مثل ما قلت في بداية هذه الأزمة، تحذروا، حاسبوا على أهلكم، وإن شاء الله بتمضي مثل ما مضت السنتين اللي الله قدرنا عليها. الله يوفق إن شاء الله.